السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الأعزاء في قناة ناني لايف. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وسعادة وحب وخير ان شاء الله. النهاردة هنتكلم عن علاقة توأم الشعلة وآخر التطورات في العالم المادي 3D ودوراته اللي بتستعد لعام 2022 ان شاء الله، وتقوية اتصال الروح في علاقة توأم الشعلة. بس قبل ما ابتدي ان شاء الله، ما تنسوش اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس للكل عشان يوصله كل جديد ان شاء الله. واذا عجبكم الاوديو ما تنسوش تحطوا اللايك الجميل بتاعكم، ومنتظرة طبعا تعليقاتكم والشير الكتير بليز اللي الناس اللي بتحبني بقى. طيب عايزين نبتدي دلوقتي ونتكلم بالنسبة للتطور اللي جاي في العالم المادي لعام 2022، وهتكلم طبعا لدخول شهر نوفمبر، احنا خلاص على ابوابه في 2021 بالنسبة للهارب والمطارب. طبعا احنا عارفين دلوقتي مبدئيا كده، خلينا نتكلم بس عشان في لما كنت لايف المرة اللي فاتت كان في ناس كتير جدا جدا بتقول احنا توأم شعلة واحنا كذا واحنا لا احنا في علاقة توأم شعلة. ايه يا جماعة، علاقة توأم الشعلة مش بالكسرة دي، مش بالكم ده، مش اي علاقة علشان انت عايزة تبرريها لنفسك فتقولي ان انت في علاقة توأم شعلة. مش اي علاقة تبقى من طرف واحد تقولي لا انا في علاقة توأم شعلة. مش اي علاقة سامة تقولي ان انا في علاقة توأم شعلة، او في علاقة مع حد نرجسي وتقولي لا انا ده توأمي ومنتظراه، وتضيعي وقتك وتضيعي حياتك وتضيعي عمرك على انتظار توأمك. احنا عارفين طبعا ان كل شخص ليه توأمه او كل روح ليها توأمها، ولكن مش هو ده الاساس، لان في ناس اوريدي ماتوا وما قبلوش توأمهم. يعني مش لازم وشرط في الحياة او في العالم المادي اللي احنا فيه 3D ان احنا نقابل توأم شعلتنا او توأم روحنا. فلازم تبقوا عارفين كده كويس قوي، مش شرط ان انت تقابلي توأمك، ولكن الحياة جميلة. في ناس كتير متجوزين وعايشين حياتهم سلسة وجميلة، والحياة الاجتماعية بتاعتهم مبهرة يعني ما شاء الله، ولكن حاولوا ان انتوا تختاروا صح، حاولوا ان انتوا تبصوا صح. انا بحب اتكلم في الكلام ده، معلش اعذروني قبل ما ابدأ في موضوع الصح والروحية والهارب والتطورات اللي جاية في علاقة توأم الشعلة، لان ناس كتير بتضيع عمرها وبتضيع وقتها وهي واقفة في نفس البوينت اللي هي عرفت فيه الشخص، وممكن يكون علاقة سامة. فأرجوكم أرجوكم أن أنتوا تستوعبوا الكلام ده. ناس كتير طبعا مش هيعجبها الأوديو ده، أنا عارفة كويس قوي، ولكن يا جماعة أنا عايزة أقول لكم على حاجة. العلاقة التوأم من الشعلة إذا بدأت بغلط فهي مش توأم شعلة، عشان تبقوا عارفين. وانا بأكد لكم الكلام ده كويس جدا، العلاقة دي اذا بدأت بغلط واستمرت في الخطأ، واكيد انتوا كلكم فاهميني، مش هتبقى علاقة توأم شعلة. استمراريتها في الخطأ يؤكد ليكم انها مش علاقة توأم شعلة، تمام؟ علشان بس نكون حطينا النقط فوق الحروف، لان اولا العلاقة دي علاقة روحانية من عند ربنا، علاقة روحية زي ما بيقولوا من عند ربنا، علاقة إلهية، وهي جاية علشان تعلمنا زي ما قلنا قبل كده دروس كتير جدا في حياتنا، عشان تنمي ذاتك، عشان تحققي ذاتك، عشان تعرفي ذاتك الداخلية وذاتك فعلا الإلهية. هل انت صح؟ انت اكيد طبعا كلنا اللي كنا اللي في توأم شعلة، مش هقول اللي كنا، انا اللي كنت، انتوا كلنا اللي ما قبل الصحوة وما قبل ان هو يعرف ذاته، لازم تبقوا فاهمين كويس قوي. معلش انا هطول عليكم شوية، ولكن لازم تفهموا النقط دي، علشان النقاط دي هتوضح امور كتيرة جدا لناس محتاجة ان لازم يتوضح لها الامور دي. انا عايزة اقولك ان انتي قبل ما بتتشافي واول ما بتقابلي توأم شعلتك، مش هقولك بقى الانجذاب الرهيب والحب وكذا وكذا، لان ده بيتخلله في علاقات كتيرة جدا 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 بتمر في حياتنا وقدام مننا بقى، من اصدقائنا بنشوفها، من اللي حوالين مننا بنشوفها، بتبتدي بالحب وبتبتدي بنفس العلامات دي. على فكرة ما هو الحب ده معنى جميل وسامي في حد ذاته، تمام؟ واللي عايزة فاهمهولي كمان ان لازم توأم الشعلة من اول ما بتقابليه بيضيف لحياتك، مش بيدمر حياتك، بيضيف لها، بيكون حد بيضيف لك، بينور لك طريقك، بيبقى في نور الهي من عند ربنا بينزل لك، تمام؟
في إحساس داخلي من جواكي بأن في حاجة غريبة، بأن أنتي ده كله علشان يوصل ليكي لتعريف الذات الحقيقية، لتعريف ذاتك. تمام، خلينا متفقين في كده إن هو بيضيف لينا. تمام، مع الحب بقى والليالي المظلمة والليالي السوداء والأسى والمرار ده كله، ليه ربنا بيمررنا بالألام دي كلها؟ علشان بيحبنا. ربنا بيمررنا بده كله أو بنمر في العلاقة دي من الأساس علشان لازم نمر بده، علشان نتقرب إلى الله، علشان نعرف ذاتنا الحقيقية، عشان نوصل لحقيقتنا، علشان نعرف احنا جايين هنا ليه، عشان نتعلم دروس، عشان فعلا نكون مقربين جدا الى ربنا. لو ربنا دايما بلاقي كومنتات كده سلبية كتير جدا جدا، تقولك ازاي علاقة روحية وعلاقة الهية وازاي فيها الالام دي كلها؟ ما هو ربنا اذا احب عبده فابتلاه، فعادي خالص. وعلى فكرة الخير من ربنا، الشر من انفسنا. للناس اللي بتتكلم وبتحط التعليقات السلبية دي لازم تبقوا فاهمين كده كويس قوي، ان ربنا اذا احب عبده فهو ابتلاه علشان يدعوه، عشان يوصل اليه ويتقرب اليه ويتقرب لربنا ويتصل معاه. سوري، مش يوصل، يتصل مع ربنا، في ان هو يبقى بيصلي ملتزم بصلاته، ملتزم باذكاره، ملتزم باتجاهاته الدينيه، ما يعني زي ما انتم مفهمين، اي ما تكون ديانته. او حتى يا ستي لو هو ملحد، طبعا احنا مش بنتبع الملحدين، هم حرين في ارائهم واختياراتهم، ولكن انا بتكلم عموما اي حد ليه دينه وكتبه السماوية فهو بيتجه لصلاته، بيتجه بالتزامه مع ربنا. تمام، طيب هي علاقة روحية ليه؟ هي علاقة روحية عشان تعرفك ذاتك، عشان تعرفك انتي جاية الدنيا دي ليه، ليك رسالة هتعمليها. خلوا بالكم ان كلنا بيضاف لينا، توأم الشعلة بيضيف لينا. كان في ناس بتقول ازاي توأم الشعلة، كان احد المتابعين كاتبه تعليق بتقول ازاي بيضيف لنا وهو اساسا ما بيساعدناش خالص وما فيش اي مساعده منه اتجاهي. لا حضرتك، انت ممكن تكوني في علاقه سامه او في علاقه حب من طرف واحد، وانت متخيله ان انت في توأم شعله، لان توأم الشعله قلنا بيقف وبيساعد وبيضيف للطرف الاخر لتوأمه. تمام، لان ده جزء منه، جزء من روحه، فهو معاه، هما روح واحدة فهو معاه. تمام، طيب احنا خلينا متفقين دايما ان فك التعلق للمطارد والتشافي للمطارد ده بيوصله لطاقة إيجابية عالية. مش معنى أننا النهاردة، عشان برضو كتير كتبوا احنا لما نفك تعلق يبقى بنبعد، هو احنا لما بنعمل تشافي يبقى بنبعد؟ لان انت اوريدي اول ما بتعملي التشافي وفك التعلق انت اوريدي خلاص ما بتفكريش فيه بلغه ايه، يعني مش هقول لكم بلغه اللي هي لغه التملك، حب التملك، لا لازم يسيب الطرف الثالث ويجيني، لازم، لا ده اصله هو مسحور، لا ده اصله، لا افكك، لان هو ما عندوش الطاقه دي ليكي انت كمطارده، هو ما اصبح ما عندوش الطاقه دي ليكي. وبعدين هو لو عنده الطاقه دي ليكي هيهرب ليه؟ ما هو اوريدي مش قادر يبقى قدامك ومش قادر يواجهك، علشان هو عنده طاقتك اعلى منه، طاقتك فظيعه عليه مش قادر يتحملها، كتر الـ يعني المطارده وكتر المراقبه. ليه يعني؟ خلوا في كرامه شويه باحاسيسكم لنفسكم. كل ما انتي فعلا شديتي نفسك من الموضوع ده وبطلتي وفكيتي التعلق وبطلتي الترضيه وبطلتي تلحقيه، دي حاجه كويسه جدا ليكي، هتوصلك للتشافي بسرعه. وفكوا التعلق، عالجوا الطفل الداخلي، شوفوا ايه اللي بيقلبكم الطفل الداخلي، شوفوا ايه اللي بيوصلكم لان انتوا تتعلقوا بالطرف الاخر لهذه الدرجه. تمام، لان طبعا انا قلت لكم قبل كده ان، وكتير قالوا لكم على فكره، ان العلاقه دي علاقه دروس،
مش أكتر ولا أقل، علاقة حب غير مشروط، حب غير مشروط علشان أنت بعد كده هتبقي بتحبيه في الله، مش مجرد إنه شخص حبيب فأنا أتزوجه، مش مجرد إن أنا علشان بحبه فأنا لازم أتجوزه، لا خالص، مش هيبقى فارق معاكي بعد التشافي، وأنا بقولها لك وبقرلك بالكلام ده، عمره ما هيكون فارق معاكي بعد التشافي. اللي هتسألي عليه هو راح فين ولا جه منين، هو ساب الطرف التالت ولا لا، هو مسحور ولا لا، زي الكلام اللي انتوا بتكتبوه في التعليقات وبشوفه، مش هيفرق معاكي حالته دلوقتي ايه، هل هو دلوقتي بيشتغل علشان يجيب مادة عشان نتجوز ولا لا، هل هو حاططني في دماغه ولا لا، هل هو فعلا بيسأل عليا وبيدور عليا. لا، هو مش بيدور عليكي، انا هريحك، هو مش بيدور عليكي، طول ما انت بتلاحقيه هو مش بيدور عليكي، طول ما انت بتطرديه وبتراقبيه هو مش بيدور عليكي، خلاص. فلازم تبقوا فاهمين كده كويس قوي، ده مبدئيا. بالنسبة بقى للناس اللي دايما بتسأل وبتقول لا احنا في علاقة توأم شعلة، طب انتي عرفتي منين ان احنا، انا اساسا مش هقرر لكم انتوا في علاقة توأم شعلة ولا لا، انتوا حرين احرار، ولكن كل واحد لازم يفوق. احنا النهاردة كلنا، او انا هتكلم عن ذاتي، انا عن نفسي انا بس، انا لما طلعت اعمل اوديوهات او فيديوهات ليكم، طلع علشان احاول افيدكم، طلع عشان انا مريت بالتجربة دي، ولما ربنا كرمني والحمد لله وصلت المراحل التشافي، وان انا تشافيت كاملا، عايزة وعرفت ان انا في توأم شعلة، عرفت متأخر، لان طبعا ده حدث بالنسبة لنا كله كان جديد اساسا، حاجة كده جات جديدة من عند الغرب، فابتدينا ان احنا نميزها ونعرفها، بس كان مر سنين كبيرة جدا في حياتنا الواحد ما كانش يعرف ان هو في توأم شعلة. ومن اول ما بتعرفوا على فكرة ان انتوا في توأم شعلة، بتعملوا ستوب وبتبدأوا حياة جديدة تاني خالص، علشان تبقوا فاهمين، اول ما بتعرفي وبتدركي كمطاردة ان انتي دي علاقة توأم شعلة، سبحان الله، الهيا من عند ربنا انتي بتتغيري تماما، وبتعملي التشافي، وربنا بيقويكي، وفعلا بتقفي على رجلك، وبيبقى عندك طاقة ايجابية تديها للناس، وطاقة شفاء، وبتبقي فعلا نورانيتك عالية جدا وروحانيتك عالية جدا جدا. انا بتكلم طبعا بخصوص الناس الزهريين، الناس الروحانيين هم اللي هيفهموا كلامي، اللي هم أكثرهم بيكون توأم الشعلة الكوني، لأن طبعا توأم الشعلة الكوني، عايزة برضو أدي نبذة صغيرة عليه، عشان كان في ناس كتير بتسأل توأم الشعلة الكوني، توأم الشعلة الكوني يا جماعة لازم تكونوا أنتوا الاتنين الطرفين، المطارد والهارب، الاتنين زهريين. طيب هتقولي لي يعني ايه زهريين؟ في قنوات كتيرة جدا بتتكلم عليهم، في قنوات كتيرة جدا بتشرح الموضوع ده، تمام؟ طيب احسن قناة مثلا انا بتابعها بالنسبة لموضوع الزهريين كانت قناة الحكمة لحمادة، هو اسمه تقريبا حمادة، تمام؟ فمتهيالي هو بيشرح كويس جدا جدا موضوع الزهريين بعلاماتهم بكل حاجة، ولكن انا بالنسبة لتوأم الشعلة الكوني بقول لكم بيكون الاتنين زهريين، الاتنين عندهم طاقة شفاء عالية جدا للآخرين، الاتنين بيكونوا دايما ما بيبقوش مستمرين في مكان واحد، بيغيروا اماكنهم دائما، بيكونوا من طفولتهم، يعني من طفولتهم بيغيروا اماكنهم، ما بيقعدوش في مكان ثابت، تمام؟ وكل مكان على فكرة بيروحوه غالبا في معظم الأحيان بيكون في تطور حوالين منهم في المكان ده، سواء بقى تطور اجتماعي، تطور سياسي، أي ما تكون البلد، أي ما تكون المدينة أو المحافظة، بيبقى في تغير حوالين منهم مجرد ما بيوصلوا للمكان ده. ده بالنسبة لتوأم الشعلة الكوني اللي انتوا بتسألوا عليه، خلاص؟ هنرجع بقى لموضوعنا بخصوص توأم الشعلة. طبعا انتوا لازم تبقوا عارفين كويس جدا ان الهارب ما يفهمش معنى العلاقة، الهارب ما بيكونش عنده الاحساس الروحاني القوي جدا ده بانه هيفقد مطاردته، يعني او المطاردة بتاعته او الشخصية اللي بتطرده، تمام؟ الهارب ما بيكونش عنده فعلا، يعني كل اللي بيحسه عشان تبقوا فاهمينه، ان هو بيبقى حاسس احساس من جواه ان كده هو فقد المطارد، المطارد ده مش هيرجع له تاني، او هو مش لاقيه. ده امتى؟ بعد ما المطارد بيعمل التشافي وفك التعلق، عشان تبقوا واخدين بالكم، تمام؟ بعد ما المطارد بيتشافى تماما وما بيبقاش في دماغه الهارب، وما بيبقاش بيدور عليه، وما بيبقاش بيطرده،
هنا الهارب بيحس روحانيا، لان احنا قلنا ان هو بيبقى روحاني، بيحس روحانيا الى حد ما بنسبة بسيطة جدا، الا ان هو فقد المطارد بتاعه، بيبتدي يرجع هو بقى، يبقى بتتبدل هنا الطاقات ويبتدي هو اللي بيطارد، يبتدي يدور على الهارب على المطارد بتاعه، يبتدي يدور هو فين، هو ما بقاش بيسأل ليه، هو مش موجود ليه. هتبتدي بقى تلاقيه بقى دخل على السوشيال ميديا، ابتدى يعمل بقى شغل المراقبة اللي انت كنت بتعمليه. هو هتتقلب لكده امتى؟ كتير مننا داخل على المراحل دي، في جزئية من توأم الشعلة، في ناس جزئية كبيرة منهم هتبتدي من شهر 11 إن شاء الله، من 2021، من نوفمبر 2021، وفي الجزء اللي بعد منه 12/2021 إلى دخول سنة 2022. ودي في غالبية معظم علاقات توأم الشعلة هيكون الاتصال الروحي قوي، هنا هيقوى بدخول 2022. طيب ايه اللي هيحصل فيه ده؟ نظرا لان قلنا الطاقة الفترة اللي فاتت للمطاردين الصح، الناس توأم الشعلة الحقيقيين، ابتدوا عملوا تشافي، معظمهم بنسبة 90% عملوا منهم تشافي وعملوا فك تعلق، وابتدوا عندهم طاقة إيجابية، ابتدوا ان هم يشوفوا حياتهم، ابتدوا يجددوا ويشوفوا شغلهم ويشوفوا ذاتهم، وبطلوا يدوروا، ما بقاش في دماغهم. لما كنا بنيجي نسأل معظم المطاردين الحقيقيين، هل انت دلوقتي بتفكري فيه؟ لا خالص، ما بفكرش، ما بتابعهوش، مش في دماغي بقى، شافت حياتها خلاص. من هنا هيبدأ الهارب هيصحو، الهارب هيخش الصحوة الروحية الكبرى بتاعته، هيبتدي ان هو من هنا يدور حوالين منه. هو في الفترة دي عنده ضغوط نفسية، عنده شوية تأنيب ضمير، مش قوي يعني، بس يعني اللي هو ايه، حاسس بان هو في ضغوط نفسية عليه، واضطرابات في شغله، واضطرابات في اجواءه العائلية اللي حوالين منه، تمام؟ طيب تأنيب الضمير ده هو اللي هيرجعه دلوقتي؟ لا، مش هو اللي هيرجعه دلوقتي، تمام؟ طب هيرجع امتى يا ناني؟ هيرجع لما انتوا تتشافوا، لكن هيرجع رجوع قطعي بالنسبة للناس اللي عملت تشافي، الناس اللي فك التعلق هيرجع لهم، تمام؟ ولكن اللي عملوا تشافي وفكوا التعلق أصبحوا مش عايزين الهارب. دي بقى نقطة مهمة جدا لازم أقولها لكم على فكرة، ودي اللي أنا لاحظتها، ودي فعلا اللي بتحصل للمطارد بعد فك التعلق وبعد التشافي الكامل. ده اللي بيحصل له، أنه فعلا بيراجع حياته كلها وبيلاقي أنه هو فعلا مش عايز الهارب. تخيلوا، بيبقوا ممكن يكونوا أصدقاء، ممكن يكونوا أصحاب، ممكن يسألوا على بعض، ممكن طبعا انتوا عارفين ان هم بيبقى عندهم عاطفة جامدة جدا وعندهم وطيبين جدا، وبيبقى عندهم إحسان وعطف على الغير، وممكن يتفقوا في ان هم يساعدوا الآخرين، تمام؟ المطارد من هنا بيبتدي يخش مع ربنا، بيبتدي التقرب إلى الله، بيبتدي إن هو داخل حياة جديدة بالنسبة له، بيبتدي بعد ما عرف ذاته وروحانيته، بتبتدي روحانياته بتعلى، بيبتدي إن هو اللي عنده طاقة شفاء بيبتدي يخش يديها للناس، بيبتدي يساعد الآخرين، تمام؟ فمن هنا ما بيدورش خالص على الهارب، بالعكس بياخد قرار ان هم يبقوا حبايب من بعيد لبعيد. ازايك، عامل ايه، اخبارك ايه، ما بيبقاش فارق معاه الحب اللي انتوا كنتوا بتشوفوه جامد قوي قوي وحاسين بيه، والمشاعر الجامده قوي دي ما بتبقاش موجوده، بيبقى مجرد انها ذكريات ومرت، وبتبقوا عارفين كويس قوي وحاسين بان فعلا انتوا هو بتبقوا حابينه لانه هو طور منكم وخلاكم تكتشفوا ذاتكم. يعني بصوا، الحب هنا بيتغير، الحب هنا بيبقى ليه معاني تانية خالص، تمام؟ مش معاني بقى الرومانسية والإحساس لا أنا عايزة أتجوزه وكده، لا خالص خالص. هقولك لا خالص ليه؟ لا خالص لان انت اوريدي بتبقي مشغولة في حياتك، بتبقي مشغولة في شغلك الجديد، بتبقي مشغولة بحياتك الجديدة اللي انت عملتيها لنفسك، وان ربنا ونورك لان انت توصل لها، ما بتبقيش بقى همك بقى هو هيجوزني ولا لا، هو ساب الطرف التالت ولا لا، هو هيرجع لي ولا لا، الكلام ده كله بتنسيه تماما وما بيبقاش في دماغك. طيب هل الهدف من التشافي للمطارد ايه هو؟ زي ما قلنا
هو دخوله للطاقة الإيجابية، تمام؟ لأن هو طول ما هو في العلاقة مع توأم الشعلة مع توأمه بيبقى فيه طاقة سلبية عالية عنده جدا جدا، وده طبعا نظرا للكر والفر، الهروب ورجوع، يروح ويجي يروح وي اون واوف اون واوف اون واوف. دي طبعا والليالي المظلمة والليالي السوداء دي طبعا بتمر، بتبقى بيسحب طاقتك كلها. الهارب هنا بيكون سحب طاقتك كلها، ما بيبقاش عندك غير طاقة سلبية، تمام؟ فبالتالي التشافي بيوصلك لطاقة إيجابية عالية جدا جدا، وبيوصلك لمعرفة الذات الحقيقية، تمام؟ فده طبعا ما بيجيش غير بالتقرب إلى الله زي ما قلنا قبل كده. طيب من هنا أقدر أقول لكم بقى لكل المطاردات ألف مبروك بالنسبة للي عملوا تشافي وفك التعلق ولقوا حياتهم ولقوا ذاتهم الجديدة والطاقة الإيجابية اللي عندهم. عايزة أقول لكم على حاجة، اللي لسه ما عملش تشافي، اللي ما عملش فك تعلق، اللي لسه في علاقات سامة ومعتقد إن هو في توأم شعلة، زي ما بقول لكم كده، حتى لو أنتوا في علاقة سامة ومعتقدين إنها توأم شعلة، ففورا تفك التعلق، فك التعلق بأي شخص. ما ينفعش إن أنت تكوني متعلقة بأي شخص، إحنا ربنا خلقنا نتعلق بيه هو فقط لا غير، مش نتعلق بالأشخاص، تمام؟ يعني ما ينفعش ان انت تبقي زي ما بيقولوا تحت رحمة شخص يرجع ولا ما يرجعش، تبقي بتحبي من طرف واحد، تبقي قاعدة ما قاعدين ما بين الطاروت وما بين هنا وما بين هنا، ان احنا نشوفه ما فيش مشكلة انك تشوفي الطاروت، ما فيش مشكلة انك تشوفي الكلام ده كله، من مجرد حاجة فاني يعني ترفيهية عنك، لكن مش اكتر من كده. ما تبقيش قاعدة الطاروت قال لي، لان الطاروت بيقرأ طاقتك انت، الطاروت بيقرأ الطاقة بتاعتك انت، تمام؟ مش بيقرأ طاقته هو، اوكي؟ وحتى لو قرأ طاقته هو فبيبقى من خلالك انت. دي معلومة لازم تفهموها كويس جدا، علشان الناس اللي بتيجي تقول لا هو انا فتحت الطاروت والطاروت قال لي ان انا توأم شعلة، تمام. هو انا فتحت الطاروت والطاروت قال لي ان انا هنتظره هو راجع. حبيبتي طب وتنتظري ليه؟ يعني رجع بعد سنتين تلاتة، تضيعي من عمرك سنتين تلاتة ليه؟ في ظل ان هو ممكن ما يرجعش كمان، يعني تمام؟ يعني انت ممكن بعد ساعة كده تقومي قارية طاروت تاني هتلاقي فيه اختلاف. طب حتى لو حدث هو، ما هو ده نتيجة الحدث اللي جوه منك، انت فاهماني؟ نتيجة تفكيرك انت وطاقتك الداخلية انت. والله انا بنصحكم، انا كده كده يعني بقرا طاروت، يعني من مصلحتي ان انا اقول لكم الكلام ده، ولكن انا عارفة ان الكلام ده مش هيجيب ناس كتير جدا، بس انا لازم اكون امينة معاكم، يعني لازم اوصل لكم المعلومة بمنتهى الامانة، لان في الاخر يعني انا حساب الكلمه عندي مع ربنا مش مع الفرد ولا مع الشخص، فبما يرضي الله لازم افهمكم النقطه دي، تمام؟ ما ينفعش النهارده انت بتساليني هو توأم شعله ولا مش توأم شعله، فطلع لك النهارده ان هو توأم شعله، يعني لا يبقى كده نستمر. لا احنا واخدينها فاني، لازم تاخديها كده من باب يعني زي ما بنقول ايه، دعابه مع بعضينا، الفكاهه، ترفيه عن نفسنا شويه، تمام؟ لكن مش معناها ان حياتنا كلها هنمشي بالاتجاهات دي يا جماعة. ما ينفعش تضيع حياتك وعمرك ودراستك وشغلك ودنيتك وتبقي محلك سر ومستنية اللي يجيلك. ما انت لو ما حبيتيش نفسك محدش هيحبك، لو انت ما تطورتيش من نفسك اوريدي محدش هيطور منك، تمام؟ العلاقة دي كلها تطوير للذات، كلها تطوير ليكي انت شخصيا، كلها علشان توصلي للحقيقة، تمام؟ وأول صدقوني والله، أول ما بتعرفي إنك توأم شعلة أوريدي بتاخدي القرار وبترفضي إن أنت تستمري في العلاقة دي، تمام؟ وبتبتدي ترجعي لحياتك، وبتبتدي إن أنت تنظمي حياتك بطريقة مختلفة جدا جدا، وبيبقى عندك شراهة فظيعة في الشغل وفي المعرفة وفي التعليم وفي كل حاجة. ده فعلا اللي انا مريت بيه، عشان كده لازم اقول لكم الكلام ده. ما تضيعيش حياتك وما تقفيش محلك سر تستني اللي هيرجع، ما تضيعيش الفرص اللي بتجيلك من بين ايديكي، عشان لا يمكن اتجوز حد غير المطارد غير الهارب بتاعي، لا انا ما خونهوش واستناه. لا حبيبتي ما تستنيهوش، انتي محدش هيستناكي، فكري كده وبدلي الكراسي، محدش هيستناكي،
هو عايش حياته عادي طبيعية. الناس اللي بتقعد تعمل تخاطر، قلتلكوا قبل كده حاولوا ان انتوا توقفوا موضوع التخاطر وموضوع الجذب، لان انت كده بتقتحمي حياته. هو لو عايش في مع طرف تالت او انت كده بتخشي له في توقيت يعني هو مش حابك ان انت تكوني موجودة فيه. مفيش حد بيحب بيبعد الفترة دي كلها، مفيش حد بيحب بيقصوا على اللي بيحبه كده. تمام، لو بدلتي الكراسي وخدتي وضعك مكانه هتفهمي الكلام اللي انا بقوله. ما تقولوش لا، ما هو في ناس كتير بتقول ان الهارب بيحب، بيحب، بس هو مش هيقدر ياخد خطوة، هو مش بيفكر زيك. المطارد دايما طاقته ايجابية وطاقته روحانية عالية غيره، هو مش روحاني قوي زيك او مش منغمس في الروحانية. مش شرط كل اللي انت بتعرفيه هو لازم يعرفه، وحتى لو جيتي تعرفه له فهو هياخده من باب الخزعبلات، من باب التهريج، من باب لان هو ما عندوش استعداد لان يهد حياته ويغير حياته من جديد علشان الطرف الاخر. عرفتوا ليه بنقول لما بنوصل لمرحلة التشافي وبعد التشافي بنلاقي نفسنا ان احنا بنضحك على الذكريات دي، بنلاقي نفسنا ان احنا بنبقى عندنا حالة شرهة جدا للتعليم، للتعلم، للاطلاع على حاجات جديدة، لمساعدة الآخرين، في حاجات كتيرة جدا بنبقى مش واخدين بالنا منها، بناخد بالنا منها، بنعرف حقيقتنا، بنعرف ليه احنا جايين هنا، ايه رسالتنا في الدنيا، ايه رسالتنا في العالم اللي احنا جيناله. تمام، بالنسبة للناس بقى بعد كده في دخول 2022 ان شاء الله، ده الموضوع برضو بتاعنا، ان احنا بنتكلم على ان انت في ايدك كمطاردة بعد 2022 ان شاء الله، في ايدك كمطاردة الى انك توصلي معاه. هل انت عايزة تكملي او ما تكمليش؟ هيكون في ايدك المفتاح زي ما بيقولوا، انت اللي تفتحي الباب وتدخليه ولا انت اللي تسيبي الباب مقفول، فده هيكون بتاعك انت. لان هنا الهارب هيبتدي ياخد خطوات المطارد، هيبتدي يعيش الحالة بتاعت المطارد، هيبتدي يعيش طاقة المطارد. تمام، يلا استودعكم الله، ومرسي جدا ليكم، وان شاء الله الايام اللي جايه بنزل لكم اوديوهات عن الروتين الحاد وازاي تقدري تكسري الروتين الحاد، ازاي توصلي للطاقه الايجابيه بالنسبه للعلاقات السامه، العلاقات النرجسيه، علاقات الحب عموما، والعلاقات الزوجيه. هنبتدي نتكلم في اوديوهات كتيره جدا، ابتدي ان ازاي حتى وانت متجوزه وسط اولادك والدنيا ازاي تدي طاقه ايجابيه لنفسك مهما كانت ضغوط الحياه عليكي. يلا مرسي جدا ليكم واشكركم، ما تنسوش اللي مشترك في القناه يشترك في القناه ويفعل الجرس لكل، ما تنسوش اللايك الجميل بتاعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.